ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة اعادة تدوير وافكار كتير وبس، والحصر كله باذن الله عندنا. النهاردة هنعمل فكرة سهلة وبسيطة، بس قبل بداية الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد مننا. النهاردة هنعمل زينة رمضان. زينة رمضان الحصري كله عندنا. زينة اول مرة طبعا هتشوفوها معانا، فياريت تشتركوا في القناة. الفكرة سهلة جدا وبسيطة. هنجيب كرتون، هنعمل 3 دوائر قد بعض، بس المهم يكونوا تقال، وهنجيب قماش الخيامية وهنكسيهم بيه، وبعد كده هنعمل علقة ونحط فيها فوانيس. اسيبكم تتابعوا الفيديو، يا ريت اللايك يا جماعة. ده شكلها النهائي معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا ريت يا جماعة تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.